السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذه المتابعة الخاصة، إذ يمثل إشراك القوات الأمنية والميليشيات في الانتخابات البرلمانية المقبلة نقطة جدل كبيرة لأسباب تتعلق بهوية هذه القوات وولائها ولاءاتها المتعددة في الداخل والخارج، وأن إشراك هذه القوات أيضا في الانتخابات سيجعل من السهل التلاعب بسير عملية الاقتراع وتزوير النتائج وحرفها لمصلحة المرشحين من الميليشيات التي ينتمي إليها هؤلاء الأفراد والميليشياويون. إذن لبحث هذا الموضوع مشاهدينا يسرنا أن نضيف ونرحب في هذه المتابعة الخاصة عن إشراك القوات الأمنية والميليشيات في الانتخابات البرلمانية المقبلة السيد العقيد ركن حاتم الفلاحي الباحث بوحدة الدراسات السياسية، مرحبا بكم. أهلا وسهلا، حياكم الله. وسيكون معنا أيضا عبر سكايب من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي سيد عبد الله سلمان، هو معنا الآن، حياكم الله سيد عبد الله. أهلا وسهلا بكم بضيفك الكريم ومشاهديكم الأكارم. أهلا بكم، فاصل ونواصل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا. إذا لا تختلف انتخابات العاشر من شهر تشرين الأول عن مثيلاتها تلك التي أفرزت واقعا من الفساد المالي والإداري في العراق بعد عام 2003، إلا أن الأمر اليوم وصل إلى حد المطالبة بإلغاء التصويت الخاص بقوى الأمن بسبب الاستغلال الحزبي لها في هذه الانتخابات واتخاذها وسيلة لتغول الميليشيات في البلاد. قبل الحديث عن الإصلاح والتغيير ومعالجة الأوضاع الكارثية في العراق، لا بد من تكرار السؤال الأكثر إلحاحاً: هل العراق الحالي دولة بادئ الأمر؟ وأين هي مقوماته؟ إن كان التحاكم إلى السلاح والطريقة لحل القضايا الخلافية بين المتنازعين على بقايا دولة تركت للفوضى العارمة منذ عام 2003. سلاح الميليشيات الملف الأكثر تحدياً أمام أي عملية إصلاحية تريد إعادة كيان العراق أولاً ومن ثم بناء المؤسسات من جديد. نحو 50 ميليشيا بارزة تنتشر في المحافظات العراقية وتمتلك أسلحة وعتاداً ربما يفوق تسليح الجيش الحكومي وتتحكم في كل ميادين العمل الحكومي، فبالسلاح فرضت سطوتها النافذة فوق يد الدولة، وبالسلاح أيضاً بنت إمبراطوريات مالية عبر فرض الإتاوات وسرقة المقدرات وتهريب النفط والاتجار بالمخدرات والبشر. ولم تأتي هذه الميليشيات من فراغ، ولم تنشأ في ظرف استثنائي، بل إن وجودها في العراق يرجع إلى انهيار الدولة بعد الغزو مباشرة، وساعد على تقويتها الغطاء السياسي لها، إذ أن أغلب أعضاء حكومة بريمر يرتبطون بها بطريقة أو بأخرى. لكن الضربة القاصمة لجسد الدولة العراقية عندما ظهرت الميليشيات بشكل علني وواسع بعد عام 2014 وجاء قرار الاعتراف بوجودها ليعلن نهاية الدولة العراقية ورهن مستقبل البلاد للفوضى ووضع رقاب العراقيين تحت سيف فرق الموت. لا دولة في العراق ومئات الدويلات العسكرية الطائفية تحت غطاء الحكومة الصورية. لا دولة في العراق والميليشيات لها كتل برلمانية تتكلم باسم الشعب الذي أحالت حياته جحيما. والمضحك المبكي أنه في ظروف كظروف العراق يحكى عن الانتخابات والاقتراع والتصويت، في وقت تسكت فيه البندقية أصوات من نادوا في ثورة تشرين نريد وطناً قبل كل شيء. حياكم الله مجدداً مشاهدينا الكرام في هذه المتابعة الخاصة، إذن نتحدث عن إشراك القوات الأمنية والميليشيات في الانتخابات
البرلمانية المقبلة. نرحب مجددا بالسيد العقيد ركن حاتم الفلاحي الباحث بوحدة دراسات سياسية واستراتيجية، أهلا بكم. إذا في الوقت الذي نتحدث فيه سيد حاتم يعني عن كل هذه القوى السياسية تتحدث عن أهمية حيادية واستقلال، لنقول استغلال عفوا القوات الأمنية وبعدها عن الاستقطاب السياسي، نجدها تصر على إشراك هؤلاء الأمنيين وحتى العسكريين في الانتخابات البرلمانية. إذن أين أصبح حياد المؤسسة العسكرية والأمنية في هذه الحالة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لضيفك الكريم ولمشاهدي قناة الرافدين. بداية دعني أقول بأن هذه الانتخابات تأتي نتيجة الاحتجاجات التي خرجت في تشرين عام 2019 والتي أطاحت بحكومة عادل عبد المهدي وجاءت بحكومة مصطفى الكاظمي، التي كانت من ضمن النقاط الرئيسية لمجيء هذه الحكومة هو التهيئة لانتخابات مبكرة، على أن تكون هذه الانتخابات المبكرة هي ركيزة أساسية في التغيير الذي تنشده الجماهير لغرض التغيير الواقع السياسي في العراق. الواقع السياسي في العراق هو واقع مضطرب بشكل كبير جدا، هناك اختلاف سياسي كبير جدا ما بين الطبقة السياسية التي بدأت تتنازع اليوم للسيطرة على مسألة السلطة في العراق، هناك إشكال أمني كبير جدا يتمثل بخروج الميليشيات على الدولة، بحيث أصبحت هذه الميليشيات تنازع الدولة على أهم المؤسسات الأمنية المتواجدة في الدولة العراقية. يعني لم يتغير شيء في حكومة الكاظمي أبدا، يعني حكومة الكاظمي وعدت بالكثير ولكنها لم تقدم شيء، وعدت بتقديم المتظاهرين إلى العدالة ولكنها لم تقدم أحد من هذه الميليشيات التي استخدمت السلاح لإسكات الأصوات التي ظهرت في تشرين ولتكميم الأفواه ولفرض واقع بقوة السلاح، وهذا ما فعلته خلال الفترة الماضية. وبالتالي كانت هناك انسحابات كثيرة لثوار تشرين في الفترة الماضية من هذه الانتخابات نتيجة السلاح المنفلت الذي طال الكثير من الناشطين والكثير من القيادات في الحراك الشعبي. يضاف إلى ذلك بأنه الوضع الاقتصادي في العراق هو وضع متردي بشكل كبير جداً، وهذا معروف للقاصي والداني. إذا ما أردنا أن نتكلم عن المحور الأمني في مسألة الانتخابات فنقول بأنه الاتحاد السوفيتي عندما انهار لم ينهار بسبب ضعف القوى العسكرية وإنما انهار بسبب ضعف القوى الاقتصادية. إذن نحن نتكلم عن قوة شاملة للدولة. إذا جئنا إلى الوضع العراقي بشكل عام نجد بأن الوضع في العراق وضع حقيقة نستطيع أن نقول غير مستقر وغير آمن بشكل كبير جدا وأكثر من السنوات الماضية، نتيجة الانقسام الذي طال الطبقة السياسية الشيعية والطبقة الجماهيرية ونتيجة الانقسام الذي طال الأكراد خلال الفترة الماضية. عندما نتكلم عن القوات الأمنية يجب أن نرجع إلى المادة 9 من الدستور العراقي، هذه المادة التي تقول بأنه لا يجوز الترشيح بأي شخص في القوات المسلحة، لا يحق له الترشيح في أي انتخابات ما لم يكن هناك إجراء رسمي بخروجه من المؤسسة العسكرية. وإذا أردنا أن نطبق هذا القانون، طبعا إضافة إلى عدم اشتراكهم بالحملات الانتخابية وما إلى ذلك، يمنع القوات الأمنية من القيام بهذه. لو جئنا إلى قوات الحشد الشعبي وخاصة الولائي، يعني نجد بأن الكثير من المرشحين هم تابعين لميليشيا الحشد الشعبي. هؤلاء عندما صدر القرار رقم 40 لعام 2016 ثم صدرت الأوامر الديوانية المتتابعة لترتيب أمورهم الإدارية، نصت الأوامر بأنه خلال 3 أشهر يجب على جميع المرشحين التابعين للحشد الشعبي أن يختاروا إما البقاء في الجناح المسلح أو الذهاب إلى العمل السياسي. ولكننا نجد الآن الكثير من المرشحين في الحشد الشعبي هم ينتمون إلى الجناح المسلح وبنفس الوقت يمارسون العمل السياسي، وهذا مخالف للقانون، هذا مخالف للدستور العراقي أصلا يعني، ومخالف لقانون حتى الانتخابات. إذن نحن أمام إشكالية حقيقية، هذا السلاح يفرض إرادته بالقوة على الجميع ويعمل على انتهاك القوانين ويعمل على ترتيب وضعه في الساحة العراقية كما يريد بما تمليه عليه مصالحه. يضاف إلى هذا بأنه إذا ما جئنا إلى الوضع أو تأثير العامل الإقليمي في هذه القضية، نجد أن العامل الإقليمي هو له تدخل مباشر في قضية السياسة في وضع الطبقة السياسية العراقية في الحكم، وبالتالي هناك تدخل مباشر لإيران ودعم كبير جدا لهذه الميليشيات التي أصبحت الآن تستخدم المال السياسي وتستخدم السلطة. يعني عندما يقوم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإعطاء وظائف 30,000 واحد للتعيين في ميليشيات الحشد الشعبي،
ماذا تسمي هذه القضية؟ إذن نحن نتكلم عن دعم واضح لميليشيات الحشد الشعبي لتوظيفها في الانتخابات القادمة. لا سيطرة للدولة على هذا السلاح، لأنه الكاظمي يحاول أن يقدم الكثير من التنازلات الآن لأنه يضع في حساباته إمكانية العودة مرة أخرى إلى رئاسة الوزراء بتوافق آخر قد يجري ما بعد الانتخابات العراقية. هل استطاع الكاظمي على ذكر النفوذ الإيراني، هل استطاع الكاظمي الحد من هذا النفوذ خصوصا بعد التقارب العربي الذي شهدناه يعني في بغداد؟ أبدا. يعني الكاظمي، لا الكاظمي ولا فريقه الحكومي مهيئ للحد من التدخل الإيراني أو النفوذ الإيراني، هو غير قادر على الحد من نفوذ هذه الميليشيات التي الآن تعتبر هي التي تهيمن على القرار السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري في العراق. وهناك الكثير من الحوادث التي حدثت في الفترة الماضية تثبت بأن القرار هو قرار الميليشيات وليس قرار حكومة الكاظمي أو حتى الأجهزة التنفيذية التابعة لهذه الحكومة. طيب، إذن دعنا نرحب أيضا بضيفنا عبر سكايب من كوبنهاجن الأستاذ عبد الله سلمان، الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بك مجددا أستاذ عبد الله. هل تعتقد أن يعني إصرار قوى السلطة على إشراك القوات الأمنية وهذه الميليشيات المختلفة في العراق في الانتخابات البرلمانية المقبلة أن ذلك مرده هو حرص هذه القوى على حق تلك القوات أو الميليشيات في التصويت واختيار من يمثلهم، أم هو توظيف سياسي واستثمار لولائها الحزبي؟ الحقيقة لو أردنا نتحدث عن الانتخابات يجب أن لا يغيب عن ذهننا أن الذهاب لصناديق الاقتراع الفرعية أو العامة، لأنه تعتبر انتخابات قوات المسلحة يعني قضية فرعية في الانتخابات، لا يغير من هيكلية سياسية التوافقية التي أسسها الاحتلال، هذا يعني التي أفرزتها كل الانتخابات السابقة، هو التوزيع على الكتل الرئيسية اللي حددها بريمر، اللي هي الكتلة الانفصالية، الكتلة الكردية لها الثلث، والكتلة الإيرانية اللي لها ثلثين، والكتلة التابعة لها الضعيفة التي غير قادرة على إجراء تغيير على الساحة السياسية ولها الثلث وهي الأضعف ما بينهم. لكن هذا لا يتغير في أي انتخابات في إفرازاتها الفرعية أو الرئيسية. لكن إذا ذهبنا إلى الانتخابات القوات الأمنية يجب أن نذهب أيضا إلى قرار بريمر في حل الجيش العراقي، لأنه هو عندما حل الجيش العراقي أفقد الجيش العراقي من الهوية الوطنية وأسس الجيش، أسسته الأحزاب. كيف أسسته؟ أسسته على أساس الكسب الحزبي، لأنها جاءت بدون جماهير، بدون قاعدة جماهيرية. مثال على ذلك حزب الدعوة لما جاء بعد الاحتلال كانوا بالضبط وبدون زيادة ولا نقصان 11 نفر دخلوا العراق، كان حزب الدعوة، فاستمال المنتسبين المتطوعين إلى الجيش الجديد واعتبرهم جزء من جماهيره، وكل واشتراطات عليهم في الانتخابات وفي دعم سياسي كل مؤسسة من وكل الأحزاب الطائفية عملت. فإحنا عندنا قوات الأمنية جزئين، جزء اللي هو البيشمركة وخاضع لهيمنة الأحزاب الكردية، وهذا والجزء الآخر اللي هو تابع للكتلة الإيرانية الكبرى. فإذا الانتخابات لا تغير من شيء الفرعية أو غيرها، فالتوظيف السياسي واضح جدا في استخدام القوات الأمنية، ناهيك عن مثل ما تفضل ضيفك الكريم بخصوص دور الميليشيات في القرار السياسي وقدرتها على التأثير، وأيضا راح تذهب الميليشيات أفرادا ستذهب إلى صناديق الاقتراع، فهذا لا يؤثر على النتيجة، ولكن فعلا هو توظيف سياسي لمصالح الأحزاب والتنافس داخل كل كتلة. اليوم التنافس قوات الأمنية تتنافس عليها الكتلة الكبرى الإيرانية اللي موجودة في البرلمان، هذه تتنافس عليها طبعا باستثناء البيشمركة، هذه تتنافس عليها من له يحصد أكثر من الأعداد من الأرقام إليه يعني. طيب، الحراك التشريني بالتأكيد على وعي لما تفضلت به وما يحدث الآن قبيل الانتخابات وعموما المواطن العراقي، ما الذي تعتقد أن يعني يفعله هذا الحراك الجماهيري أو الحراك التشريني في أثناء الانتخابات أو عند نتائج هذه الانتخابات؟ حقيقة الانتخابات ستجري وتنتهي، وحتى
الدول يعني ذات الهيمنة الدولية، القوى الدولية الهيمنة على العراق، حضرت حتى بياناتها الترحيبية بنتائج الانتخابات، وستفرز بلاسخرت بيانا خاصا أنها وجدت بعض السلبيات، ولكن هذه لا تؤثر على مسار العملية الناجعة. فهذا كله لا يشمل ثوار تشرين. أما من ذهب من جماعة تشرين إلى انتخابات أو سيرة، فهذه هي حقيقة هي لمصلحة الثورة التشرين، لأنه هذول أوراق صفراء انتهت، سقطت وانتهت. فعندما لكن ما بعد النتائج هي المصير الكبير للشعب العراقي، هي المرحلة الأخطر على الشعب العراقي. فعلى ثوار تشرين أيضا يعني التهيئة الكاملة لثورة شاملة حقيقية، يعني ترتقي بمستوى الحفاظ على وحدة الشعب العراقي وأراضيه وكيانه الكامل يعني. طيب أستاذ حاتم، يعني مفوضية الانتخابات طالبت عدة مرات يعني بتزويدها بأسماء أفراد ميليشيات الحشد المختلفة، ولكنها لم تحصل على أي رد بهذا الخصوص، كيف تفسر ذلك؟ نعم، لا شك بأن الحشد الشعبي ينظر إلى نفسه بأنه مؤسسة فوق الدولة، وبالتالي هذه القضايا تعتبر قضايا أمنية بالنسبة للحشد وخاصة للولائي، فلا يمكن أن يعطي مثل هذه الإحصائيات. أضف إلى هذا بأنهم أصلاً غير راغبين في مسألة المراقبة الدولية لهذه الانتخابات، وإنما أن تجري الانتخابات بدون مراقبة دولية وبدون حضور أي منظمات أخرى حقوقية للتأكد من نزاهة هذه الانتخابات. يضاف إلى ذلك بأنه المنافسة في العراق، يعني إذا أرادت ميليشيات الحشد الشعبي أن تدخل كمنظمة مسلحة، فهذا يخالف قانون الأحزاب كيف تم دخولها إلى هذه الانتخابات. وإذا أراد أن يطرح نفسه في الانتخابات كتيارات مدنية، فهذه تحتاج إلى جمهور، وهو يفتقر إلى الجمهور، لأنه إذا جئنا إلى منذ عام 2019 إلى اليوم، نجد بأن رصيد هذه الميليشيات خاصة في المناطق الجنوبية أصبح متضائل ضئيل بشكل كبير جدا، لأنه تم إحراق وتجريف الكثير من هذه المقرات نتيجة النقمة الشعبية في هذه المناطق على هذه الميليشيات التي سيطرت وهيمنت على كل مفاصل الدولة في تلك المحافظة، في الجنوب صحيح، نعم. خاصة في محافظة الناصرية، في محافظة البصرة، في محافظة كربلاء، صحيح. إذن نحن أمام إشكال حقيقي بأن هذه الميليشيات تحاول أن تستخدم السلاح لفرض إرادتها في هذه الانتخابات، وهذا ما يحصل بعد خسارة يعني القاعدة الشعبية في مناطقها طبعاً. نعم، يعني عندما نتكلم عن الفصائل الآن نجد بأنها أرقام كبيرة جدا، يعني عندك تحالف الفتح يدخل الآن في 6 تيارات لهذه الانتخابات، وهذه التيارات يعني كبيرة جدا. يعني عندك مثلا منظمة بدر تسيطر على اللواء الأول، اللواء الثالث، الرابع، الخامس، التاسع، العاشر، 21، 22، 23، 24، 27 و53 و55، يقدر عناصر هذه الألوية ب24,000 مقاتل من الحشد الشعبي. إذن نحن نتكلم عن أعداد كبيرة جدا تابعة لهذه الميليشيات، وتستخدم هذه الميليشيات باتجاهين، الاتجاه السياسي للتصويت، والاتجاه الآخر هو لفرض القوة، بفرض نستطيع أن نقول الأجندة لهذه الميليشيات بالقوة على المناطق. يعني عندما يتكلم أحد يمكن الاسم يمكن جبارة يعني يتكلم في محافظة صلاح الدين عن تهديدات علنية لهذه الميليشيات بالنسبة للمرشحين، وهناك تهديدات تطال الآن شخصيات حتى في الحشد العشائري بأنه إذا لم يتم انتخاب المرشح الفلاني فسيتم إخراجهم من هذه من الحشد ومن الجهات التي يعملون فيها. إذن هذه ضغوطات تمارس لغرض الابتزاز. هناك يعني حقيقة صراعات سياسية واضحة الآن ما بين هذه الميليشيات التي تقتتل للوصول إلى السلطة. يعني عندما نتكلم مثلا عن سائرون، سائرون لديهم أيضا ميليشيا اللي هي سرايا السلام، أيضا هذه الميليشيا موجودة ضمن الحشد الشعبي ولديها تخصيصات مالية، وهي تعمل الآن أيضا من ضمن الانتخابات العراقية بدون أي حسيب أو رقيب، والكثير من التوجهات. يعني أنا لدي قائمة طويلة، يعني إذا أردت أن أقرأها فهي طويلة جدا يعني. ولكن كل هذه خروق، عفوا سيد حاتم، أين هي من مفوضية الانتخابات؟ بالتأكيد لديها علم و تسجل هذه خروق تشكل، إذا كان رئيس الوزراء غير قادر على أن يتكلم مع هذه الميليشيات وأن يفرض هيبة الدولة وسلطة القانون، ف
فما تستطيع أن تفعل مفوضية الانتخابات أمام هذا السلاح المنفلت الذي ينفذ أجندة خارجية ولا يعير أي اعتبار لا للحكومة ولا لمؤسسات الدولة؟ أنا أعتقد بأن الضعف واضح، يعني حكومة ضعيفة وعاجزة عن مواجهة هذه الميليشيات، وهناك تسلط كبير جدا لهذا السلاح، وهناك فرض لهذه الأجندة بالقوة. يعني الآن يستبق قيس الخزعلي هذه الانتخابات وقوله بأنه ستكون هناك احتمال أن يكون هناك تزوير تقوم به جهات دولية. إذن هو يستبق الأحداث، إذا ما تم خسارة هذه الميليشيات في هذه الانتخابات فيمكن له أن يغير هذه النتيجة بأن هناك تزويرات من خلال استخدام السلاح لفرض أجندة وفرض نتائج جديدة بقوة السلاح. ولكن أستاذ عبد الله سلمان، يعني رغم كل ما تحدث به سيد العقيد الركن يعني عن هذه الخروق، ولكن مفوضية الانتخابات للمرة الثانية تمنع رسميا يعني أفراد ميليشيا الحشد من التصويت، وهناك من يعتقد أن هذا القرار مريب. لماذا هذه يعني الريبة باعتقادك؟ الريبة قائمة في الحكومة ومؤسساتها جميعا بما فيها مفوضية الانتخابات والانتخابات بحد ذاتها. فبالتأكيد الشعب العراقي دائما ينظر بالشك وعدم الثقة لكل إجراءات السلطة بغض النظر عن انتخابات أو غيرها. يعني فبالتأكيد يعني حتى المفوضية، لو ذهبنا إلى المفوضية، هي أيضا مرشحي أحزاب وليست مستقلة كما يقال، هي فقط التخصيصات المالية لها مستقلة. يعني أما بالتشكيل السياسي هي شكلت على أساس المحاصصة، يعني بها أكراد وبها جماعة الكتلة الإيرانية وبها جماعة علبوسي وغيرها، هذه كلها منسبة بينهم ومقسمة. فإذا لا المفوضية نزيهة، هي أيضا تكتلية، ولا النتائج والريبة يعني أمر طبيعي عند الشعب العراقي من كل إجراءات السلطة. لحد الآن لم تتفوه المفوضية بأي الخروقات الكبرى التي تحدث. الإعلان الطائفي، من لم يرشح الحشد لا يحق له صوم الصلاة وغيرها، هذه مسائل المفروض يعاقب عليها المرشح. الذي يذهب إلى الانتخابات، هذا بعرف عام، يعني الذي يذهب إلى الانتخابات خلف نظرية أو قناعات دينية أو طائفية أو عشائرية، لا يمكن أن يحصد برلمان وطني أو ينتظر قانون يضمن حقوقه أو نتائج تضمن حقوقه كمواطن، ولا يمكن إنتاج جمهورية المواطن، مستحيل وفق هذه التصورات. فالريبة موجودة عند الشعب العراقي من كل نتائج الانتخابات والعملية السياسية. صحيح. إذن ابقى معنا أستاذ عبد الله وأيضا أنتم مشاهدينا الكرام، فلنتوقف الآن مع هذا التقرير بشأن إشراك الميليشيات في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ثم نعود. 10 تشرين المقبل تاريخ من المقرر أن تجرى فيه انتخابات مبكرة في العراق. هذه الانتخابات كمثيلاتها تلك التي شهدت حالات تزوير واسعة، إذ ثمة تخوف كبير من مشاركة عناصر الأمن في التصويت الخاص، تخوف أوصل الأمور إلى حد المطالبة بإلغاء هذا التصويت، حيث برزت مطالبات سياسية بإلغاء التصويت الخاص بقوى الأمن والمعتقلين في السجون، سعياً لإبعاد الاستغلال الحزبي وإنهاء حالة الجدل الذي يثار في كل موسم انتخابي بشأن تلك الأصوات، فضلاً عن تعزيز استقلالية المؤسسة العسكرية التي نخرتها آفة المحاصصة الطائفية تحديداً بعد عام 2003. مطالبات إلغاء مشاركة قوات الأمن الحكومية في التصويت كان بسبب التلاعب بالأصوات واستغلالها لصالح جهات حزبية بالتعاون المباشر مع الآمرين والضباط، وما يعني ذلك من تصويت لقائد الفيصل أو بتوجيه منه، حيث يحق لأكثر من 1,000,000 منتسب في قوى الأمن الداخلي والجيش والشرطة وميليشيا الحشد المشاركة في الاقتراع الذي ينظم قبل 2 من الانتخابات العامة إلى جانب المعتقلين في السجون. هذه المطالبات كانت من السياسيين أنفسهم، ولا سيما بعد مطالبة النائب عن الجبهة العراقية محمد الخالدي بأهمية إلغاء التصويت الخاص بقوى الأمن الداخلي بسبب الاستغلال الحاصل لها من قبل جهات حزبية في كل موسم انتخابي، وتأثير الآمرين والضباط
الضغط على الجنود فضلاً عن توجيههم بالتصويت لشخصيات معينة. تصاعد دعوات إلغاء هذا التصويت في الاقتراع رأي من وجهة نظر المستفيدين من هذا التصويت الخاص يعد مرفوضاً رفضاً قاطعاً. فمع تأسيس ميليشيا الحشد تصاعد الاهتمام بالتصويت الخاص كأحدى الأدوات الموصلة إلى قبة البرلمان بالاعتماد على أصوات المنتسبين، حيث تمتلك معظم الأحزاب ميليشيات مسلحة تمثل الخزان الانتخابي الأبرز لهم وصمام الأمان لصعودهم إلى البرلمان. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. إذا سيد العقيد ركن حاتم الفلاحي كما تابعنا في هذا التقرير يتحدث عن يعني فلنسميها التهديدات الأمنية لهذه الانتخابات، وهناك كما تعلم ثلاث مراحل، مرحلة تسبق الانتخابات وفي أثناء الانتخابات وما بعد الانتخابات. ما التهديدات الأمنية للانتخابات في المرحلة التي تسبق الانتخابات؟ نعم، بداية دعني أشير إلى قضية، يعني في مسألة عدم تزويد المفوضية بأسماء الناخبين الذين يعودون إلى ميليشيات الحشد الشعبي. أنا أعتقد بأن هذه القضية لها ما وراءها، يعني لأنه حقيقة لا أحد يعرف ما هم عدد المنتسبين لحد هذه اللحظة، لا حكومة الكاظمي ولا أي وزارة أخرى لديها إحصائيات دقيقة بالأسماء التي تنتسب إلى الحشد الشعبي، وبالتالي هم يطرحون أرقام تصل إلى الآن مع هؤلاء 30,000 تصل إلى أكثر من 150,000 مقاتل في الحشد الشعبي، وهذا رقم كبير جدا. بينما التدقيق الذي أجرته حكومة العبادي تقول بأنه من مجموع 120 لا يوجد إلا ما يقارب 60,000 مقاتل للحشد الشعبي. عندما تحدثوا عن الفضائيين بالضبط، يعني إذن نحن نتكلم عن عمليات تزوير يمكن أن تجري إذا ما تم تزويدهم بالأسماء، فقد تتقاطع هذه القضية مع الهدف الذي يريدونه الحشد الشعبي من عملية التزوير وما إلى ذلك من أمور أخرى. إذن قد يكون السبب الرئيسي في عدم تزويد الأسماء هذه القضية بالنسبة للحشد الشعبي. أما بالنسبة للمراحل فأنا أعتقد بأنها العملية الانتخابية كجانب أمني تمر في ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى تسبق الانتخابات النيابية، وهذه تشمل حماية المرشحين، حماية الدعاية الانتخابية، فرض الصمت الانتخابي قبل الانتخابات، عدم ترويج الشعارات الطائفية وما إلى ذلك. هذا دور القوات الأمنية. نعم، هل قامت حكومة الكاظمي والأجهزة الأمنية بهذه الأشياء؟ أنا أعتقد بأنها فشلت فشلا ذريعا في حماية المتظاهرين وقيادات الحراك الشعبي الذين كان يونون قسم منهم الترشح في هذه الانتخابات، وما مقتل إيهاب الوزني ومقتل ريهام يعقوب وغيرها من الناشطين ما هو إلا دليل واضح على فشل الأجهزة الأمنية. وصلت الاغتيالات إلى اغتيال ضباط مخابرات يعملون في مؤسسة أمنية. إذن نحن نتكلم عن فشل كبير جدا في تأمين هذه المرحلة التي سبقت الانتخابات، إضافة إلى أنه يجب أن تكون هناك عمليات استباقية لمواجهة تنظيم الدولة ومنعه من التدخل في قضية الانتخابات إذا ما جرت. المرحلة الثانية هي مرحلة الانتخابات، وهذه المرحلة هي مهمة جدا، يعني تشمل يعني تأمين الناخبين، تأمين المرشحين، تأمين المراقبين، تأمين مراكز الاقتراع، تأمين الأدوات التي تستخدم في مسألة الانتخابات ووصولها إلى المراكز الانتخابية، تأمين عدم التدخل ومنع عمليات التزوير، تدخل فيها الأمن السيبراني وعدم أيضا الأشياء الإلكترونية التي تدخل ضمن الحاسبات وما إلى ذلك وعلاقتها بالنت وتطورها وإمكانية تدخل الهكر بحيث يقوم بعملية تزوير كبيرة جدا في هذه الأرقام. مفوضية الانتخاب تقول هذه المرة يعني تختلف وهناك تطور في هذا الجانب حتى في النتائج عندما تعلن. يعني هذا كلام، يعني احنا نسمع كلام، ولكن أعتقد بأنه حتى الانتخابات الأمريكية كانت هناك مؤشرات على أن هناك هكر وهناك تزوير في كثير، فكيف لنا في العراق وهو معروف بقضية الانتخابات الماضية لم يشارك إلا 19% من الناخبين لحد هذه اللحظة، بأنه من مجموع 25 مليون عراقي لم يتم توزيع إلا 15 مليون، إذا 10 مليون بداية هم لم يشاركوا لحد هذه اللحظة، إذا أكثر من النصف، يعني أقول 40% من المشاركين. إذا نحن أمام إشكال حقيقي، من ضمنها مثلا معالجة الحرائق التي يمكن أن تحدث باتجاه صناديق معينة لإلغاء نتائجها، منع الإشكالات التي قد تحدث ما بين الصراعات السياسية ما بين المرشحين الذين قد يكونوا من أحزاب متباينة، السلاح المنفلت أيضا وإمكانية تدخله فيها، كلها تدخل ضمن هذه المرحلة. ما بعد الانتخابات أيضا هناك تأمين صناديق الاقتراع،
تأمين المراكز الانتخابية، تأمين نقل الصناديق ونقلها إلى مناطق آمنة ومحفوظة بحيث بعيدة عن الحرق مثل ما جرى في الانتخابات عام 2018 عندما حرقت صناديق الاقتراع للتغطية على عمليات التزوير التي جرت. يضاف إلى ذلك المحافظة على سجل الناخبين والمحافظة على الأوراق التي تثبت بأن هذا المركز الانتخابي كان فيه هذا العدد من الناخبين وتم التصويت بهذه. هل تستطيع القوات الأمنية القيام بكل هذه الواجبات التي ذكرتها المنوطة بها والأدوار؟ أنا حسب قناعتي بأنه القوات الأمنية قد تكون قادرة على مواجهة التهديدات مثلا التي تأتي من تنظيم الدولة، لأنه عندما أتي الآن داعش يعني نعم عندما أتكلم الآن عن 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 التهديدات، تنظيم الدولة يعتبر تهديد، الميليشيات المسلحة والسلاح المنفلت يعتبر تهديد، التدخل الخارجي يعتبر تهديد، المال السياسي تهديد، السيارات المفخخة تهديد، الأحزمة الناسفة تهديد، التصفيات السياسية والاغتيالات تهديد، الاعتداء على مراكز انتخابية هو تهديد، حدوث المشاجرات ما بين أطراف معينة هو تهديد. إذن نحن نتكلم عن تهديدات متعددة لهذه الانتخابات. ما يمكن أن يتجري خلال يوم الانتخابات هو الذي يكشف مدى قدرة القوات الأمنية التي أعتقد بأنها هي قادرة على مواجهة التنظيمات أن أقول الإرهابية، ولكنها لن تكون قادرة على مواجهة الصراعات السياسية والتصفيات التي تحدث ما بين الكتل والأحزاب السياسية وخاصة التي تعود إلى ميليشيات الحشد الشعبي. نعم. إذن سيد عبد الله سلمان، يعني نحن نتحدث الآن، هل فعلا برأيك القوات الأمنية من جيش وشرطة وغيرها من هذه التشكيلات العسكرية يعني هي لنقل بدون هوية سياسية، هويتها الوحيدة أنها كيان عسكري موجود في للدفاع عن العراق فقط؟ تحدثنا عن تأسيس هذه القوات ويعني تفاصيل ما جرى في تأسيسها يثبت تماما عكس ما تفضلت به، أنها هي قوة ولائية وقوة تابعة لقوات لأحزاب أخرى وليس لها يعني استقلالية ولا تملك الهوية الوطنية. فلذلك يعني هذه الأعداد محسوم أمرها إلى الأحزاب وليست مستقلة. فأعداء يعني مشاركتها في الانتخابات، يعني أنا شخصيا أذهب إلى أن الانتخابات بمجملها يعني بمجملها هي عملية مسرحية ضد الشعب العراقي، لأننا لم ندخل عملية يعني عملية الديمقراطية لحد الآن. هناك مرحلة تحول ديمقراطي الشعب العراقي كله لم يصله إلى حد الآن، حتى نصل على 10 سنة عاملة. لم نصل بعد يعني بالضبط نهائيا نحن لم نصل إلى هذه العملية، وكل ما يجري هو عملية مسرحية، وكل هذه القوات والتحرك والإجراءات والأمم المتحدة والمفوضية وهذه كلها مسرحية على الشعب العراقي. نحن ليس لدينا يعني قدرة للانتخابات أو وعي للانتخابات أو نظام أساس مواطنة حتى أنتخب عليه. أنا ما أذهب من أجل طائفة أو من أجل عشيرة أو من أجل الانتخابات، هذه ليست انتخابات، نحن لا زال في نظام توافقي، هذا التوافق يلغي عملية الانتخاب. لماذا أنا أروح أنتخب فلان وأنتخب فلان وهم بالتالي يجلسون؟ الكتلة الإيرانية لها رئاسة الوزراء والكتلة الكردية لها رئاسة الجمهورية، وداخل الكتلة الكردية أيضا صراع من يصبح رئيس الإقليم ومن يصبح رئيس الجمهورية، أنه لا يصح لجهة واحدة أن تجمع ما بين الرئاستين، وكذلك الكتلة الأخرى التابعة لها من يصبح منهم رئيس برلمان. إذا كل هذه العملية الموجودة، فلماذا أنا أذهب للانتخابات؟ لماذا وجود انتخابات؟ الانتخابات لا معنى لها في العراق، ليست لها ضرورة نهائية لا سياسية ولا اجتماعية، لأننا لم نصل بعد مرحلة التحول الديمقراطي. يعني حتى وكاتب فرانس برايس ذكرت بالنص أنه هذه الانتخابات تجري يعني وسط أزمة اقتصادية وتزايد نفوذ الميليشيات. الفساد موجود، الفساد هو عمود الدولة. العراق اليوم في قعر قائمة منظمة الشفافية، فبالتأكيد الفساد موجود، والأزمة الاقتصادية خلقها الفساد، خلقها السرقات، مليارات الدولارات مسروقة. يعني لا يوجد بلد في العالم يسرق منه تريليون دولار، لا يوجد بلد بالعالم، فقط العراق. العراق أفرغت ميزانيته كلها في جيوبهم، فهؤلاء أي انتخابات أو تشكيلاتها هي فقط لحماية مصالحهم، كلهم يتفقون ويتفقون على أنه ذاك يعني أمس هدد مشعال الجمهوري إذا ما انتخب سيفضح الآخرين. إما تفضحهم قبل، ليش تفضحهم بعد إذا فشلت؟
بمعنى أنه هو يهدد أنه لازم يكون موجود، والآخرين أيضا يهددون بنفس المستوى. فالفساد هو اللي أفقر، وهاي العملية السياسية هي التي أفقرت الشعب العراقي وجعلت وضعه الاقتصادي يعني مزري إلى حد يعني معيب بحق شعب مثل العراق أن يعيش هاي الحالة الاقتصادية. إذن يعني من هنا سيد حاتم، هناك من يقول أن يعني مشاركة هذه القوات الأمنية ستكون رمزية وليس بهذه الكثافة أو القوة الذي يعني يصور سبب وجود موانع عديدة تحول دون إقبالهم بسبب طبعا طبيعة عملهم الأمني وغيره. بالتالي لا داعي لهذه الضجة الإعلامية كما يقولون في زجهم من عملية الاقتراع. نعم، بداية دعني أقول بأنه مسألة عملية الاقتراع، القوات الأمنية لا تعاني من نقص عددي في هذه القوات، فالأعداد كبيرة جدا بالنسبة لهم يعني في هذه القضية يعني. ومسألة التصويت للقوات الأمنية، أنا أعتقد بأنه هذا يعتمد على طبيعة الدعاية الانتخابية لكل المرشحين في 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 في, 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 في العراق يعني، وليس في منطقة واحدة يعني. ولكن بصورة عامة يعني الدولة تعاني من مشكلة خطيرة في مسألة الأمن يعني. أولا تعاني من فقدان سيادة الدولة يعني وهيبة القانون، وعدم وجود يعني نستطيع أن نقول منظومة قضائية قادرة على أن تطبق القانون على الجميع بالتساوي. لذا فنحن أمام إشكال حقيقي في هذه القضية. وإذا لاجئنا إلى الإجراءات الأمنية التي اتخذت يعني، أو ما قالوا بأن العملية الانتخابية ستكون بثلاثة أطواق، الطوق الأول سيكون حماية منشآت، والطوق الثاني سيكون للشرطة الاتحادية أو للشرطة المحلية، والطوق الثالث سيكون للجيش وللشرطة الاتحادية. يضاف إلى ذلك بأن هناك قوات احتياطية أيضا موجودة اللي هي مكافحة الإرهاب وقوات الحشد الشعبي. مفترض أن تكون لديها خبرة بعد هذه يعني السنوات يعني. ولكن المشكلة بأنه هذه القوات مهما كثرت يعني قد تكون الخبرة قليلة لديها في مسألة وضع الخطط الأمنية. يعني مثلا في العملية الانتخابية يجب قطع الطرق ما بين المحافظات قبل يوم أو يومين من إجراء العملية الانتخابية، هذا مفروض يعني. المسألة الثانية يمنع مثلا مسألة التنقل على الدراجات الهوائية والكثير، توفير سبل التنقل إلى مراكز الاقتراع وما إلى ذلك. هذه جميعها تقوم بها العمليات يعني الواجبات القوات الأمنية. يضاف إلى ذلك بأنه يمنع أن يدخل أي قوة مسلحة إلى مراكز الاقتراع ما لم تكن مخولة بالدخول. هذه النقاط جميعها يجب أن تراعيها مسألة. أنا أعتقد بأنه لا تستطيع قوة الآن أن تمنع ميليشيات الحشد الشعبي من الدخول إلى أي مركز أو إلى أي دائرة من دوائر. هذه القوات قامت بتطويق مقر رئاسة الوزراء، قامت بتطويق مقرات لجهاز مكافحة الإرهاب على أثر اعتقال شخص واحد. فما بالك الآن هم اليوم بمجابهة حقيقية مع ثوار تشرين الذين يريدون تغيير الطبقة السياسية الفاسدة التي حكمت العراق منذ عام 2018 وإلى يومنا هذا. يعني تقصد أنه تتوقع أن تكون هناك خروج من هذه الميليشيات و بالتالي القوات الأمنية لا تستطيع أن تتعامل معها يعني. لا أكيد يعني مسألة الخروق، مسألة شراء البطاقات، شراء الذمم الآن يعني على قدم وساق تجري هذه. هناك تصريحات يعني حتى للمجلس القضائي الأعلى بأنه تم مسك خلية تقوم بعمليات تزوير وما إلى ذلك. يعني إذا نتكلم عن قضية سيدة الخضراء فهي معروفة بأن هناك جهات سياسية أدخلت أجهزة لغرض التزوير قبل أن تبدأ الانتخابات. إذن نحن نتكلم عن إجراءات كثيرة يمكن أن تقوم بها كثير من الجهات النافذة في العراق والتي تعتبر نفسها فوق القانون وفوق المحاسبة. لا أحد يحاسبها ولا أحد يجرؤ على الدخول إلى مقراتها لمعرفة ماذا يمكن أن يكون في هذه المقرات. لأنه نحن حقيقة عندما نتكلم عن سيادة الدولة ونريد استعادة سيادة الدولة يجب أن تستعاد بقضيتين. القضية الأولى هي فرض الأمن. طيب المواطن العراقي يريد فرض الأمن ويريد انتخابات نزيهة. هل قادرة الحكومة على أن تفرض الأمن الآن في العراق؟ أنا أعتقد بأنها فشلت فشلا ذريعا في مسألة فرض الأمن وتطبيق القانون على الجميع، لأن هناك ميليشيات منفلتة هي خارج القانون وخارج السلطة، وهذا ما أثبتته الأحداث في الفترة الماضية. صحيح. بحيث قتلت المتظاهرين يسرحون ويمرحون. يعني حتى عندما تم اتهام أحد الشخصيات التابعة للحشد الشعبي تم إطلاق سراحه بقوة السلاح عدا الخلية التي مسكت في منطقة الدورة في منطقة البعيثة والتي داست بأقدامها على صور رئيس الوزراء. إذن نحن نتكلم عن فقدان تام لسيادة الدولة. هذه الانتخابات سترسخ النظام السياسي الحاكم في العراق. لن تكون هناك أي تغييرات لأن الفرص أيضا
غير متكافئة ما بين ثوار تشرين وما بين هؤلاء. يضاف إلى ذلك بأن الكثير الآن قاطع هذه الانتخابات لأن يرى بأنه هذه الانتخابات لن تغير شيء من الوضع العراقي القائم، ولن تقبل هذه الميليشيات ولا إيران بأن يتغير الوضع لصالح قوات أخرى أو جهات أخرى تكون يعني معادية لها في المستقبل. لذلك نحن أمام إشكال حقيقي في هذه المسألة، وأعتقد بأنه هذه الانتخابات لن تختلف كثيراً على الانتخابات السابقة ولن تغير شيء من الوضع العراقي القائم. طيب أستاذ عبد الله سلمان، هناك من يقول، رب سائل يسأل، إن أي مشاركة يعني الأمنيين أو العسكريين ستنفع في نهاية المطاف، في ستنفع العملية الانتخابية عموما، ويعني تضمن مشاركة عدد أكبر، خصوصا أن هناك لنقل مزاجا شعبيا عازفا عن المشاركة في هذه الانتخابات. ماذا تقول؟ هو حقيقة هي فعلا تنفع الذين يطبلون ويزمرون لهذه الانتخابات والمستفيدين منها، ألا وهي الكتل السياسية، بالتأكيد تنفعهم، تزيد عدد من المشاركين. إذا كانت المشاركة 19% في الانتخابات السابقة مع التدليس، فالآن المشاركة ستكون أقل بكثير، لكن رغم هذا ستستخدم هذه الأصوات لصالح زيادة عدد أرقام، وهي أحزاب، هذه هي أحزابهم، والأصوات يستفيدون منها والنتائج لصالحهم. أما المشاركة يعني قلت أو كثرت بالنسبة للقوات الأمنية فهي محسوبة الأصوات، على عددها سيكون الأصوات، وهي بحدود 10% من أصوات الكتلة الإيرانية ستكون لصالحهم، فقط من الكتلة الإيرانية، لأنه البيشمركة تابعين إلى الأحزاب الكردية. هذه الإشكالية اللي تواجه الشعب العراقي، فقط زيادة العدد، ويحاولون فيها القوى المستفيدة أن تجاهر على أنها يعني ساهمت في إنجاح العملية الانتخابية المبكرة التي طالب بها التشرينيون، والتي لم يحقق للتشرينيون بها مطلبين أساسيين، وهي مثل ما تفضل الأستاذ حاتم الفلاحي، كشف قتلة المتظاهرين، هذه غير موجودة لحد الآن، وإبعاد السلاح من رقبة الناخب العراقي. هذه المسألتين الأساسية والمطلبين الأساسيين لثوار تشرين لم تحقق، وجاءت العملية وفق هوى الكتل السياسية والأحزاب الحاكمة، والتي ستجني ثمار هذه الانتخابات. يعني أستاذ عبد الله، هل قوى السلطة التي تحرص على زج القوات الأمنية في الاقتراع برأيك قادرة على إجراء تصويت انتخابي يتصف بالشفافية والنزاهة في ضوء هذه الولاءات التي نتحدث عنها، الولاءات الحزبية والميليشياوية؟ بالحقيقة في العراق إذا نتحدث عن يعني الشفافية والنزاهة، نتحدث يعني عن أحلام، عن شيء غريب عن الواقع، في شيء بعيد جدا عن مفهوم الحياة السياسية في العراق. لا توجد شفافية بشكل عام ولا نزاهة بشكل عام، فكيف تجي إلى جزئية الانتخابات تكون هناك الشفافية والنزاهة؟ النزاهة والشفافية مفقودة في أعلى هرم الدولة حتى أسفله، فكيف نوجدها في الانتخابات؟ لا يمكن أن توجد هذه القوى السياسية شفافية ونزاهة في الانتخابات، لا القوات الأمنية ولا الانتخابات العامة ولا في الحياة العامة للشعب العراقي، وهذا سبب إثارة يعني الفساد، هو ألغى الشفافية وألغى النزاهة وألغى كل شيء في العراق، حتى حياة العراقيين يعني أصبحت لا معنى لها بسبب الفساد وعدم الشفافية والنزاهة. طيب من هنا أستاذ حاتم، هل تعتقد أن منع هذه الميليشيات وحد القوى الأمنية من المشاركة في الانتخابات يعني سيغير من شكل هذه المعادلة السياسية التي ستتمخض عنها الانتخابات، أم أن القضية أكبر من ذلك؟ نعم، أكيد القضية أكبر من ذلك. يعني الوضع القائم في العراق حقيقة، هذا الوضع أوجدته الميليشيات سواء شاءت الحكومة أم لم تشاء، يعني لأنه هذا الوضع يخدم هذه الميليشيات ويخدم إيران أيضا التي دعمت هذه الميليشيات طوال الفترة الماضية. نحن نتكلم عن نظام سياسي في العراق حقيقة تسيطر عليه هذه الميليشيات بشكل كبير جدا، يعني الآن لديها سلطة، لديها وظائف، لديها مال سياسي، وهي توظف جميع هذه الأوراق
للاستحواذ على السلطة مرة أخرى خلال هذه الانتخابات، واستخدمت السلاح خلال الفترة الماضية لاغتيال كثير من الشخصيات التي كانت تشكل خطر داهم على نفوذ هذه الميليشيات من خلال هذه الانتخابات أو من غيرها. لأنه عندما نتكلم عن حكومة الكاظمي حقيقة في مواجهة هذه الميليشيات، فنحن نتكلم عن قضايا إعلامية واستعراضية، وهذه القضايا الإعلامية والاستعراضية لن تعيد هيبة الدولة لهذه الحكومة، وإنما الذي يعيد هيبة الدولة هو القيام بإجراءات حقيقية لضبط السلاح المنفلت وضبط هذه الميليشيات التي تقوم بقصف حتى المقرات الحكومية، إضافة إلى السفارات وإلى القوات الأجنبية التي كانت تتواجد في الفترة الماضية في العراق. ولم تستطع هذه الحكومة أن تقوم بأي إجراءات ضد هذه الميليشيات. إذن نحن نتكلم حقيقة عن ميليشيات هي من تسيطر وهي من تسير الأمور حسب أجندتها وحسب رؤيتها للواقع العراقي، وحتى الحكومة المقبلة لن تستطيع أن تعيد هيبة الدولة بالتأكيد ضمن هذا الواقع. يعني نحن المشكلة في العراق الآن ليس بإجراء هذه الانتخابات، يعني نحن جميع الانتخابات التي سبقت المشكلة كانت تأتي بعد الانتخابات، من سيشكل هذه الحكومة؟ وأعتقد أن نحن في العراق إذا جئنا على الرؤية الإيرانية، الإيرانيين يريدون أنه بعد هذه الانتخابات أن تقوم الطبقة السياسية الشيعية الحاكمة الآن التي تعتبر هي موالية لإيران بتقاسم السلطة بدون أن تكون هناك إشكالات حقيقية في الوضع العراقي، أن تكون أكبر كتلة وهذه التفاصيل، نعم، بتوافقات معينة بحيث تسير العملية الانتخابية لغرض الهيمنة والسيطرة لهذا النظام الحاكم الآن في العراق. لأنه إذا ما تم عدم التوافق ما بين هذه القوى السياسية الشيعية الحاكمة الآن التي تسيطر على الوضع العراقي بشكل كبير جدا، فأنا أعتقد بأنهم سيدخلون في صراع سياسي كبير جدا ما بين هذه الكتل، من الذي سيشكل الحكومة القادمة، خصوصا وأن هناك تسريبات تقول بأن الصدر يقول بأن نحن الجهة الوحيدة التي لم نحكم رئاسة الوزراء لحد هذه اللحظة، وبالتالي يجب أن نعمل للوصول إلى رئاسة الوزراء. وهناك آراء أخرى من الفتح تقول بأننا نحن الدولة، وهذه التصريحات على لسان الكثير من قياداتهم، ويجب أن نحكم الدولة في الفترة الماضية لأننا نحن الدولة. وهناك أيضا تسريبات أخرى تقول بأن المالك الآن يسعى للعودة إلى السلطة من جديد. إذن نحن أمام إشكال حقيقي بعد هذه الانتخابات ومن سيشكل الحكومة. أما بالنسبة للكتل الأخرى، يعني عندما نتكلم عن خرائط الانتخابات سواء قبل الانتخابات أو بعد الانتخابات، فأنا أعتقد بأن الأكراد سيأخذون مصالحهم من أي كتلة كانت التي ستشكل هذه الحكومة. أما بالنسبة للسنة في هذه الانتخابات، فأنا أعتقد أنهم أصبحوا الآن تبع لقوائم تابعة إلى إيران وتابعة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى جهات أخرى. لم يتغير شيء، نعم، أبدا، فلن يتغير شيء في الوضع العراقي القادم. إذن في آخر دقيقة تقريبا أستاذ عبد الله، ما الحل إذن؟ يعني هل وصل المواطن الآن إلى حالة اليأس؟ هل الحل بمقاطعة هذه الانتخابات؟ ما الحل؟ مقاطعة الانتخابات أو المشاركة فيها لا يعني شيء للشعب العراقي، لأن المشكلة هي أساسا في العملية السياسية. العملية السياسية ما لم تتغير بشكل جذري ويلغى الدستور لا يمكن أن يحدث أي تغيير لصالح الشعب العراقي. ونتائج الانتخابات هذه المرحلة ما بعد ما يسمى بالانتخابات هي الأخطر على الشعب العراقي جدا، لأنها تؤثر على مستقبله الجغرافي والتاريخي. لأن إيران تريد تلحقه رسميا بداية أول مرة إلحاقه عقائديا، ومن ثم إلحاقه جغرافيا بإيران. هذه المشكلة الكبيرة للانتخابات وغيرها، المشكلة في العملية السياسية برمتها يجب أن تسقط، ويجب أن يعيد الشعب العراقي بناء تجربة ديمقراطية حقيقية. شكرا جزيلا لك يا سيد عبد الله سلمان، الكاتب والباحث السياسي من كوبنهاغن. وفي آخر دقيقة لك تعقيب، العراق إلى أين الآن؟ أنا أعتقد بأن هذه الانتخابات طالما أنها لن تلبي طموح الجمهور العراقي أو القاعدة الشعبية، فستؤسس هذه الانتخابات لثورة قادمة في العراق، وهذه الثورة ستكون عارمة، وهي التي ستغير الطبقة السياسية الحاكمة في العراق بإذن الله. شكرا جزيلا لك سيد عقدي ركن حاتم الفلاح، الباحث بوحدة الدراسات السياسية الاستراتيجية. والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، من الرافدين في أمان الله.